مصطفى يونس. مصطفى يونس نجم كبير، ما عنديش كلام اقدر اقوله يعني. نجم ادى النادي الاهلي كتير يعني. وايه رايك بتصريحاته الاخيره؟ لا مصطفى تصريحاته ناريه دائما يعني، مصطفى يعني يعني عايز اقول ان في اوقات مهم جدا ان احنا كلنا نهدى لمصلحه النادي. بس دمر تاريخ النادي الاهلي يعني، مش تصريحات ناريه يعني، اهان رموز نادي الاهلي. لا ما اعتقدش ان يقصد كده، انا ما اعتقدش. جايين اليوم مسالم لا انا ما اعتقدش ان مصطفى، لان مصطفى انا يعني انا بعزه ما كان يقول البطولات تتاخد بالفساد يعني، يكون ما يقصدش ازاي. لا 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 قال كده؟ قال كده. انا ما سمعتوش. قال كده. لو قال كده يبقى غلطان. لو قال كده يبقى كل بطولاته بايظه، يبقى ما يتكلمش على البطولات. لو قال الكلام اللي حضرتك بتقوليه انا ارد اقول كده.